غزة أسراب من الجراد الصحراوي مزارع سهل التهامي الممتدة على ثلاث محافظات غربي البلاد قادمة من محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والجوف. ويؤكد مختصون زراعيون أن هناك مخاطر تكمن في تواجد الجراد بمناطق السهل التهامي الممتدة في محافظتي حجة والحديدة، حيث تتواجد حشرات الجراد بمختلف مراحل تكونها. وكانت ميليشيات الحوثي قد أوكلت للمزارعين مهمة مكافحتها، فيما نهبت معدات وزارة الزراعة الخاصة بمكافحة الجراد.